Great. طيب احنا دلوقتي هنتكلم على ايه part 3 of resource management اللي فيه بنتكلم على ال resource smoothing او ال problem بتاع ال resource fluctuation هنحلها ازاي using resource smoothing او sometimes we call it resource leveling. فزي ما قلنا احنا دايما عندنا two main problems في resources بنتكلم عليهم، او ال problem كانت بتاعت ال availability واللي هي basically لو في resource over allocation وشفنا حليناها ازاي. تاني problem اللي بنتكلم عليها دلوقتي هي بتاعت fluctuation، وهنشوف هنحل problem بتاعت fluctuation ازاي. basically ايه مشكلة في fluctuation؟ ان ده معناه ان resource profile بتاعي في ups and downs كتيرة، وبالتالي في some sort of what we call high hiring and firing، وال work conditions unstable. وقلنا ان احنا اهم طبعا نبتدي نحل البروبلم بتاعت availability. لو حليناها ممكن نحاول نخلي ال resource profile بتاعنا more stable، فده تاني اهم problem. This is where we are now ان احنا we are checking for fluctuation عشان نشوف هنعمل resource smoothing ازاي. أنا هفوت البورت ده، المفروض اتكلمنا عليه قبل كده في اللكتشر، بس the conclusion is احنا بنعمل ايه؟ احنا بنشوف الـ mx والـ my. يعني ايه الـ mx؟ يعني أنا باخد المومنت، خلينا نجرب في البروبلم دي، باخد المومنت about الـ x axis للبروفايل بتاعي، والـ my إن أنا باخد المومنت about الـ y axis للبروفايل. ايه هو المومنت about الـ x axis؟ basically المومنت دايما عبارة عن الـ area بتاع البار times الـ a الـ distance from the cg. فبالتالي المومنت بتاعت أول بار ده هتبقى 1 times 2، وكده كده التايم is unit time فكده كده هتبقى 1، والهايت بتاع أول بار ده is 2 فده الريسورس، يبقى 1 times 2 times الـ A الـ distance من السنتر اللي هو A 1 أو اللي هو الريسورس over 2. فبالتالي في الآخر الـ MX عبارة عن A، عبارة عن sigma الـ R squared over 2، وساعات بنقول sigma r squared for simplicity لأن احنا كده كده بنستخدم mx to compare between a different profiles. فساعات بتلاقوا ايه بنقول ان ال mx هي sigma ال x ال r squared على طول. طب يعني ايه ال mx؟ ال mx هو المومنت about ال x axis، فكل ما الهيستوجرام يبقى فيه peak اكتر كل ما معناها انها ابعد عن ال x axis، كل ما يبقى فيها valley اكتر كل ما معناها انها اقرب للاكس اكسس. فبالتالي لو في فلكتويشن عالي هتلاقوا ان دايما في بيكس، زي البيك اللي هنا دي هتلاقوا في بيكس، فبتتسبب ان الام اكس بتزيد. فاكوردنجلي الام اكس كل ما يعلى كل ما معناها ان في بيكس اكتر. فبالتالي احنا هنبقى ايه الهدف في الريسورس سموذنج؟ ان انا احاول اقلل الام اكس. ليه؟ عشان اقلل البيكس، عشان اخلي الريسورس بروفايل مور ستيبل. طب ايه الـ MY؟ الـ MY كل ما انا بخلص المشروع اسرع كل ما ببقى اقرب للـ Y axis، فبالتالي كل ما قلل الـ MY كل ما معناها ان انا بخلص المشروع اسرع حاجة، او بحاول ابتدي كل الـ activities as soon as possible. فده معنى الـ MX والـ MY. يبقى basically الـ objective بتاعي في الـ smoothing هو ان انا I want to minimize الـ MX، ده الـ first objective. وبعديها بعد ما minimize الـ MX بشوف الـ MY ينفع اقللها ولا لا، وهو ده بيزك اللي احنا بنعمله في الـ MOM problem. طب let's get started على طول. ايه اللي احنا بنعمله في الـ MOM؟ basically احنا بنحسب الـ MX بتاعت البروفايل بتاعنا، وبعديها بنبتدي نشوف ايه الـ activities اللي اقدر احركها. احنا خلينا ما ننساش دلوقتي ان انا ما عنديش مشكلة over allocation، فاذا الـ problem بتاعتي ديت قابلة لإنها تتحل. يعني بمعنى أصح المشروع ده في الحقيقة ينفع يشتغل. يعني ينفع يشتغل؟ يعني في resources enough إنها تشغل المشروع ده. فإذا I have no problem with the resources. أنا كل مشكلتي إن أنا عايزة أحسن ال work conditions بتاعت ال resources. فبالتالي أنا كل اللي ببص عليه هو ال non critical activities، وبشوف ال non critical activities لو حركتها within the float بتاعها هل ده هيحسن شكل البروفايل ولا لا؟ فإذا أنا بشوف الـ CPM وبطلع الـ Non-Critical Activities وابتدي أشوف والله الـ Non-Critical Activities دولت لو حركتهم will they improve my MX or not؟ طب هعرف إزاي whether they're gonna improve it or not؟ بإن أنا بحسب what we call the improvement factor. يبقى هو ده إيه الـ improvement factor اللي إحنا بنحسبه. طيب
الكريتيكال النون كريتيكال اكتيفيتي ديت، ان انا بشوف whether it will improve ال MX ولا لا، هشوف هدور على الامبروفمنت ده ازاي. والله هشوف، والله لو الاكتيفيتي ديت ليها مثلا فلوت 5 ايام، يبقى انا هشوف لو انا حركتها يوم واحد بس في ال5 ايام دولت هتمبروف الام اكس ولا لا، لو حركتها يومين هتمبروف الام اكس ولا لا، حركتها 3، حركتها 4، حركتها 5، فاكني بشوف ايه، اكني بعمل شيفت للاكتيفيتي اب تو الفلوت بتاع الاكتيفيتي، فري فلوت بتاع الاكتيفيتي، واشوف كل مره بعمل شيفت 1 اور 2 اور 3 اور اكس دايز بي كورسبوند لي امبروفمنت في الام اكس قد ايه. الاحسن امبروفمنت في الام اكس هو اللي انا هختاره، وهي دي بيزيكلي الفكره كلها اللي احنا بنعملها في الريسورس سموثينج. طيب يعني ايه امبروفمنت فاكتور؟ تاني امبروفمنت فاكتور انا بشوف قد ايه الام اكس جوت امبروف، فبالتالي improvement factor لو بالنيجاتيف ده معناها ايه؟ ده معناها ان الـ mx بتاعتي زادت ما قلتش. لو هو بالزيرو ده معناها ايه؟ ده معناها الـ mx بتاعتي فضلت زي ما هي. لو بالبوزيتيف ده معناها ايه؟ معناها الـ mx بتاعتي قلت، فبالتالي دي حاجة preferred، وهي دي الفكرة كلها وراء الـ IF. فبالتالي the greater the IF is the better it is للـ project بتاعتي. طيب تعالوا نبص بقى على الفورمولا بتاعت الـ IF. IF equals IF الأول بتاعت a certain activity for a certain number of shifts. زي ما قلنا أنا بعمل shifting للـ activity 1 day أو 2 أو 3 up to the free float بتاع الـ activity equals the resources, the number of resources required by the activity times الـ X. الـ X اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي عبارة عن الـ resources اللي هتبقى vacant، resources اللي assigned للactivity اللي محطوطة على الactivity اللي هنسيبها، resources اللي احنا يعني المكان اللي الactivity ده كانت فيه اللي كانت occupying، و minus w اللي هو المكان اللي activity ديت will occupy اللي هتروح له، وهنشوف ده in a minute ازاي بالظبط، minus m، m هي المينيمم من ال number of shifts والduration بتاع الactivity times r اللي هو resource. So basically this is the function. Let's get started كده ونشوف ده واحدة واحدة. This is the procedure. ابقوا بص عليه وخلينا نبتدي على طول هشرح على ال problem. دي ال problem اللي نازلة في ال handouts. عندنا list of activities along with the predecessors with durations. Accordingly أول حاجة هنعملها إيه؟ هنرسم ال precedence diagram. ليه؟ عشان نعرف ال critical وال non-critical activities في ال case day. زي ما احنا شايفين we have four non-critical activities. فإذا هما دول activities اللي أنا هدرسهم أو هشوف إذا كان هحرك ال activities ديت ولا لا. تعالوا نشوف activity C. ال free float بتاعت C كام؟ مين يقول لنا؟ يرفع إيده. أنا عايزة أطلع دلوقتي ال free floats بتاعت ال activities. activity C ال free float بكام؟ مين هيرفع إيده؟ لا صحصحوا شوية، أنا المفروض ألاقيكوا كلكوا رافعين إيديكوا دلوقتي، يا إما هسأل راندملي. تسعين تتفضلي. تبقى فور يا دكتور. تبقى بفور، عرفتي إزاي يا تسعين؟ هي 7 minus 3. 7 minus 3 أو 4. بالظبط 7 minus 3 يبقى 4. طيب الـ free float بتاعت activity دي مين هيرفع إيده؟ أنا عايزة أشوف على الأقل 10 أرفع إيديهم دلوقتي حالا. Free float of D. Activity D. أحمد بدر اتفضل. 5 يا دكتور. Activity D يبقى 7 minus 2 يبقى 5. Okay, great. Free float بتاعت Activity F. مين تاني غير أحمد بدر؟ أنا عايزة ناس من اللي ما بتحلش كده ترفع إيديها. عبد الرحمن اتفضل. 6 يا دكتور. بالظبط 14 minus 8 يبقى 6. و free float of H مين هيقول لنا؟ معاذ اتفضل. 5 يا دكتور. 16 minus 9 يبقى كام؟ 7. بالظبط كده. احنا كده جبنا free floats بتاعت ال non-critical activities. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا if I were to move حاليا activity F
أنا I can move activity F يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لغاية ستة. مش هقدر أموف activity F أكتر من ستة. ليه مش هقدر to move activity F أكتر من 6 days؟ مين يقول؟ مين يقول لي ليه مش هقدر؟ خالد اتفضل. عشان كده دكتور لو زودت عن ست ايام ممكن اقصر على الاكتيفيتي اللي بعديه اللي هو كي واللي هو critical، فبالتالي هأخر كل المشروع. تمام كده. فبالتالي انا مش هقدر اعمل number of shifts دايما اكتر من ال free float بتاع الactivities اللي هو by chance في problem ده كان هو total float. تعالوا نبتدي نشوف البروبلم دي هنحلها ازاي. basically الحاجة اللي بعد كده المفروض نعملها ان احنا نرسم البار chart. فازاي انا رسمت دلوقتي ادي activity A شغالة في اول يوم، activity B في يوم 2 و 3. by the way عشان دي حاجة انا لاحظتها في الميدترم وحاولت اقولها لكذا حد، ما تيجوا ترسموا البار تشارت هتعملوا ايه؟ تشوفوا مثلا activity A الـ early start بتاعتها 0 والـ early finish بتاعتها 1. when you draw the bar chart بنقول ايه؟ بنقول ان A ابتدت at the end of day 0 وخلصت at the end of day 1. فبالتالي هي اشتغلت امتى؟ اشتغلت طول يوم number 1 بس. عايز نرجع activity B ابتدت at the end of day 1 وهتخلص at the end of day 3. يبقى اشتغلت ايام ايه؟ 2 و 3. فبالتالي هتيجوا في البار تشارت وتحطوها في ايام 2 و 3. فتاني احنا لما بنقول الاكتيفيتيز لما بنقرا سوري اكتيفيتيز من ال سي بي ام بنقراها بالظبط ان احنا بنشوف الايرلي ستارت ده بيبقى احنا بنبتدي المشروع at the end of this early start والearly finish انا بنهي المشروع at the end of this early finish او بنهي sorry الactivity at the end of this early finish. تمام كده؟ حد عنده اي سؤال في الكلام ده؟ عشان خدت بالي ان كذا حد كان بيعملها مش صح قوي. طيب accordingly رسمنا البار تشارت. أسامة اتفضل. دكتور هو فيها مشكلة لو كتبت رقم الريسورسز في الجدول بدل ما اكتب وحايد كده؟ اكتب الريسورسز. لو عندك 1 ريسورس ممكن تكتب طبعا ريسورس على طول. لو عندك 2 ريسورسز هيبقى صعب، فبالتالي بنرسم بار تشارت وبنحمل ريسورس واحد ات ا تايم. تمام. بس انا يعني هنا انا خط وحايد يعني اكتيفيتي موجودة او لا، او اللي هو انتوا بتعملوه كنتوا انكم بترسموا البار يعني كاني رسمه بار كده مثلا. ماشي تمام يا دكتور. اوكي وحملنا الريسورسز وطلعنا الريسورس بروفايل. زي ما احنا شايفين الريسورس بروفايل مش لازم نروح نرسم الهيستوجرام. لو مش مطلوب ارسم الهيستوجرام ما برسمهاش، ملهاش اي معنى. طب ايه المهم بقى في الريسورس بروفايل بتاعي؟ ان انا شايفه ان في بيكس اهي، عندي هنا 13 وهنا 12 وهنا 10. These are peaks، ارقام كبيره قوي عن باقي الارقام. وعندي valleys. يعني ايه valleys؟ يعني عندي في أيام الريسورسز اللي بستخدمها قليلة جدا، زي مثلا تعالوا نعملها بلون تاني حتى، زي مثلا هنا هو عندي فالي، عندي وحيد، هنا عندي واحد، هنا عندي اثنين. فبالتالي these are valleys، ده أيام فيها الريسورسز قليلة قوي. فبالتالي واضح إن أنا عندي high resource fluctuation. يعني إيه high resource fluctuation؟ يعني resources بتزيد قوي في اوقات وبتقل قوي في اوقات. فبالتالي resources ايه variability فيها عاليه جدا. فاذا هعمل ايه؟ تعالوا نرجع لل CPM بتاعتنا. فاذا هنبتدي نشوف ايه ال activities اللي ينفع احركها such that ان انا احاول احسن ال resource profile بتاعي. فبالتالي هعمل ايه؟ هبص زي ما قلنا على non critical activities. طيب ايه ال non critical activities ابص عليها؟ هما ال 4 non critical activities. طيب which one هبص عليها الاول؟ والله أنا مفروض أبص عليهم based on their sequence step. يعني إيه sequence step؟ يعني أنا بالنسبة لي C و D الاثنين في نفس الليفل في نفس السيكونس، فبالتالي هبقى أبص عليهم مع بعض. و E و H في نفس برضو sequence step، فبالتالي هبص عليهم مع بعض. فإذا أنا هبص دلوقتي على two groups C و D و F و H في الكيس دي. طب لو كان عندي activity تانية هنا مثلا كان ده هيبقى group تالت، فبالتالي عندي 3 groups of activities هبص عليهم. طيب هنا ما عنديش الاكتيفيتي ديت فهشيلها. تعالوا نشوف. فانا بالتالي هبص على 2 groups. اني جروب هبص عليه الاول؟ والله انا كده كده برسم الهيستوجرام في الايرلي داي
ببتدي اشوف الاكتيفيتيز هرحلها ازاي. فاذا انا المفروض ابص على اخر جروب عندي ليه؟ عشان اشوف لو رحلته يمكن يفتح فلوت للاكتيفيتيز اللي قبله. في الكيس ديت مفيش ريليشن بين سي و اف و سي و اتش او دي و اف و دي و اتش، فبالتالي مش هيفتحوا فلوت في الكيس دي. لكن في other cases تاني لو كان عندي activity هنا كنت هبص على ديت الأول وأشوف الـ activity ديت، وليكن دي activity Z، activity Z اتحركت قد إيه، فإذا هتفتح float للـ activity اللي قبلها اللي هي H. فـ accordingly كنت هبص على Z الأول، لما أخلصها هشوف group number 2، وفي group number 2 H الـ free float بتاعها كان هيبقى كام؟ كان هيبقى ليه فاليو دلوقتي حسب انا خرجت زاد ولا لا. يعني زاد لو كانت موجوده هنا زي مثلا كانت هتبتدي عند 9، لو الديوريشن بتاعها 2 كانت هتخلص زي مثلا عند 11. فبالتالي زاد كانت هتاخد كل فلوت، الفلوت اللي هو كام 16 ناقص 11، يبقى الفري فلوت بتاع زاد كان هيبقى ايه 5، والفري فلوت بتاع اتش كان هيبقى ايه، كان هيبقى 0. ليه؟ لان في اكتيفيتي سكسسر ليها، الفري فلوت هيبقى وات ايفر الستارت ماينس الفينش ده، فهيبقى 0. فبالتالي H ما كنتش هحركها خالص لو ما كنتش بصيت على Z الأول. فأنا هبص على Z وأشوف إذا كانت Z اتحركت ولا لأ. لو اتحركت يبقى إذا فتحت float لل H يبقى هدرس H. لو Z ما اتحركتش يبقى كده كده H مش هتتحرك، يبقى مش محتاجة أدرس. طيب تعالوا نرجع تاني ونشيل الأكتيفيتي Z ونرجع للبروبلم بتاعتنا، وهنقول ان احنا اول حاجه هدرسها هي تاني activities F و H. و which activity هديها preference؟ معرفش، انا هدرس الاثنين مع بعض واشوف مين فيهم احسن انها تتحرك. الاثنين ليهم نفس الليفل او نفس الimportance، ف therefore I'm gonna study both F و H مع بعض. يبقى تعالوا نعمل كالاتي، نبتدي نشوف F و H الـ data بتاعتهم. This is the equation بتاعت الـ improvement factor. فأنا عندي improvement factor of an activity. بالنسبة لي activities هم H و F. محتاجة إيه ليهم؟ محتاجة أعرف إيه الـ duration بتاعهم عشان بحتاجه في الـ M، ومحتاجة أعرف إيه الـ resources اللي بيحتاجوها، ومحتاجة أعرف إيه الـ الـ free float عشان أحدد الـ number of shifts اللي عندي. فaccordingly جبت الداتا دي، عندي H الديوريشن باتنين وفري فلوت بسبعة والريسورسز بتلاتة، ونفس الكلام جبت الانفورميشن بتاعت F. ونبتدي بقى نعمل ايه؟ نبتدي نعمل نحسب الامبروفمنت فاكتور لكل الشيفتس البوسيبل للتو اكتيفيتيز دول. طيب انا عندي كام شيفت بوسيبل لH؟ انا ممكن اشيفت H من 1 لـ 7. ليه؟ عشان انا محكومة دايما بالفري فلوت. فاذا انا هعمل الاي اف، تعالوا نعملها مانيوال مع بعض، ولو ينفع تجيبوا ورقة وقلم كده وتحلوها معايا يبقى أحسن كمان. نحسب IF بتاعت Activity H ليوم واحد، وأنا I'm gonna shift it يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وليكن. وخليني أحطها لكم هنا على جنب عشان نعرف أكتبها براحتكم. اوكي، يبقى انا هشوف كل الشيفت ديت لي اكتيفيتي H. طيب الشيفت ديت هحسبها ازاي؟ تعالوا نشوف. اول حاجه it's equal to الريسورس. الريسورس عندي بكام؟ الريسورس بتلاتة، ليهم كلهم نفس الكلام، تلاتات تايمز X. إيه X بقى؟ زي ما احنا شايفين H شغالة إمتى؟ H شغالة هنا. فH شغالة في الأيام اللي فيها resources قد إيه؟ في الأيام اللي فيها resources 12 و 8 اللي هي equal to كام؟ يبقى 20 minus. أنا H لما حركها هوديها لأني أيام؟ لو حركتها هوديها هنا، هحركها 1 day، ده 1 shift دلوقتي، يبقى هما تبقى موجودة في الوقت اللي فيه resources قد إيه؟ 8 و5 اللي هما كام؟ 13، يبقى minus 13. طب تعالوا نشوف لو أنا عملت shifting 2 days هعمل إيه؟ H ابتدت فين؟ H ابتدت هنا، فبالتالي موجودة في 20، 12 و8 يبقى 20، هنخليها زي ما هي، يبقى دي 20، يبقى هي دايما كده كده أول رقم ده ثابت لكل number of shifts، مش هعده تاني.
minus هشوف لما حركها 2 days it will occupy which which time. فأنا حركتها 2 days هتشتغل هنا في 5 1. لو حركتها 3 days هتشتغل في 1 1. هنا 5 1 أو 6, هنا 1 1 يبقى 2. لو حركتها 4 days يبقى هتشتغل فين؟ في 1 و 3 يبقى 4, بعد كده 3 و 3 يبقى 6, بعد كده 3 و 4 يبقى 10, بعد كده 4 و 4 يبقى 8. حد عنده مشكلة so far؟ أسامة أنت رافع إيدك لسه في سؤال ولا لسه إيدك مرفوع؟ 3 و 4 7 6 إيدك سوري. أوكي أنا قلت 4 و 4. لا هو أنت بتقول في 6 3 و 4 يبقى أوبس 5. أوكي my bad. anyway حد عنده مشكلة so far؟ حلو جدا, يبقى إحنا عملنا ال W's وبعد كده minus ال M. ال M قلنا هي إيه؟ ال minimum بين ال duration و ال number of shifts. فأنا هبتدي بواحد و incremented اتنين لغاية ما أوصل ال duration هو اتنين وأثبتها. ديت مضروبة في ال R اللي هي ثابتة تلاتة. فبالتالي احنا ريلي حسبنا ايه؟ احنا كل اللي حسبناه هو الاكتيفيتي بتاعتي شغاله في ايام ايه, فبالتالي التوتال ريسورسز في اليوم ده ايه, وابتديت اشوف لو حركناها شيفتد 1 داي هتبقى في الايام اللي فيها ريسورسز قد ايه, لو شيفتد 2 دايز هتبقى في اليوم اللي فيها ريسورسز قد ايه, اند سو اون. فانتوا الحاجه الحقيقيه دايما بتعملوا لها ابديت هي الدبليو, لكن الأول value دي بتحسبوها أول مرة وبتفضل ثابتة, و accordingly إيه بتقدروا تحسبوا الـ IFs. نادية عندك سؤال؟ دكتور بعد إذنك معلش ممكن نقول الـ W تاني, أنا متأسفة. هعملها حالا في activity F حالا. طب تعالوا نشوف, فبالتالي this is activity H وديت الأرقام عشان تبقوا شفتوا بس الأرقام, وفي الآخر ده إيه؟ different IFs, وخلينا نمسح كل الشغابيط اللي احنا عملناها. تعالوا نعمل activity F تاني عشان لو في اي حد اتلخبط ايه في ال part اللي احنا عملناه. طيب activity F عندي number of ال free float عندي قد ايه؟ 6, فبالتالي number of shifts الماكسيمم قد ايه يا نادية؟ 6 يا دكتور. بالظبط, فانا بالتالي هحسب IF ل activity F دي shifts من 1 ل 6. تمام كده؟ طيب ال IF هتساوي كام؟ أول حاجة ال resource بتاع activity F, ال resource equals كام؟ 4 times. نادية بقى تعالي خليكي معايا دلوقتي, activity F شغالة إمتى؟ شغالة هنا, فبالتالي هي شغالة في الوقت اللي فيه resources قد إيه في الـ resource profile بتاعي ده, الـ resource profile اللي فيه resources قد إيه؟ 12. بالظبط. minus أنا لو رحلتها يوم هتروح لي الوقت اللي فيه resources قد إيه؟ كل 8. 8 minus أنا حركتها دلوقتي يوم واحد. في حد يا جماعة فتح المايك وبيضحك؟ في حد فتح المايك وبيضحك؟ تمام كده يا نادية. يبقى 12 ناقص 8 ماينس المينيمم من ال duration وال number of shifts فهو 1 و times ال resource. تعالي ناخد step اللي بعدها. step اللي بعدها هيبقى resource نفس الحاجة 4. وال 12 دي هتفضل ثابتة. ماينس الرقم اللي بيتغير اللي هو أنا لما أحرك الـ activity 2 days هتبقى عند resources قد إيه, 3 days عند resources قد إيه, and so on. فقولي 2 days هتبقى عند resources قد إيه مليني أنت بقى؟ حركتها 2 days, أنا هنا حركتها يوم بقت عند 8, حركتها يومين هتبقى عند كام؟ 5. بالظبط, حركتها 3 1 4 1 5 3 and so on. فأنا بنقل الأرقام ديت basically.
هيبقى 5 1 1 3 3 تمام كده يا نادية؟ تمام يا دكتور، شكرا جدا. ماينس المينيمم من الديوريشن وال number of shifts، الديوريشن عندي 1 يبقى كلهم هيبقوا 1 times الريسورس اللي هو 4 كلهم. وكده نقدر نحسب ال IFs و these are the IFs. حد عنده أي مشكلة؟ نادية لو ما عندكش أي سؤال تاني بليز نزلي إيدك. طيب لو ما فيش أي سؤال، طيب يبقى إحنا حسبنا الـ IFs للـ 2 activities، لكل الـ shifts الـ possible للـ 2 activities. بالتالي إيه الـ action اللي هاخده؟ هبتدي أشوف كل الـ IFs اللي أنا حسبتها دي إيه أعلى رقم؟ فلقيت إن أعلى رقم هنا عند activity F، عند activity H، فبالتالي I'm gonna shift activity H كام يوم بقى؟ 3 days. The decision is to move activity H 3 days. طيب لو أنا حركت activity H 3 days، activity H شغالة فين؟ شغالة هنا. فبالتالي أنا لو حركتها 3 days يبقى I'll move it، أدي يوم 2 3 يبقى هتشتغل فين؟ هتشتغل هنا. طب activity H لو حركتها 3 أيام إيه اللي حصل؟ ثابت ال 12 وال 8 وهي بتاخد resources قد إيه؟ كانت بتاخد 4، يبقى ال 12 دي هتبقى 8 وال 8 دي هتبقى 4، وهتروح لأيام ال resources فيها كانت 1 هتضيف فيها 4 يبقى هتبقى هنا في 5. فبالتالي هشوف ال resource profile هيتغير إزاي. سوري أنا آسفة، أنا كنت ببص على ال resources غلط، ال resource بتاعت H 3. فالريسورس 3 يبقى هنا هيبقى ده 9 وده 5 وده هيبقى 4 أو 4، وهو ده التشينج في الريسورسز اللي حصل، وباقي الريسورس بروفايل فضل زي ما هو. فبالتالي دلوقتي احنا قررنا خلاص we moved activity H 3 أيام. الحاجة اللي بعد كده هنعملها we will check بعد ما عملنا moving ل H 3 أيام هل أحسن إننا to move F كمان ولا لا. فبالتالي I will check on F. ليه؟ لأن إحنا واضح إن F كل الـ IFs اللي طلعت هنا هوت كانوا positive، فبالتالي كان ممكن أموف F بس H كانت أحسن. فـ accordingly after moving H هبتدي أشوف إذا كانت F كمان ممكن أعمل لها moving ولا لأ. وهي دي الـ step اللي بعد كده، إن أنا ببتدي بالـ profile الجديد بتاعي وببتدي أشوف F بس، ودي الـ information بتاعت F، وأحسب الـ IFs إزاي. هشوف F شغالة فين، F شغالة في اليوم اللي فيه 9، فإذا نحط 9 هنا، وإف I shifted F يوم هروح لخمسة، لو يومين هروح لخمسة، 4 4 3 3. فبالتالي these are all the shifts possible لactivity F. فبالتالي هحط كل الـ W's هنا، وهحط الـ minimum of ال one ال number of shifts will one اللي هي basically duration، وحطيت resources و accordingly these are the IFs في ال case ديت. طيب سؤال بقى سريع، ال IFs في ال step اللي فاتت كانوا أرقام أكبر، كان 0 12 28 20 مثلا، في ال case ديت ال IFs كلها أرقام صغيرة اللي هي 0 و 4 و 8، مين يقول لي ليه الـ IFs اتغيرت؟ ليه ما طلعش نفس الرقم؟ أو نادية، great، قولي لي يا نادية، واضح إنك مركزة معانا، قولي لي بقى. لأن إحنا نقلنا activity H أصلاً. لما نقلت activity H بقى ال resources اللي كانت occupied في الوقت اللي كان فيه F قلت، فالرقم الأولاني ده قل، وال resources اللي أنا رايحة لها في حاجات فيهم اللي كانت وحيد زادت، فبالتالي ال IFs قلت، فبالتالي ال improvement factor في ال MX هيقل، عشان كده الأرقام دي طلعت أقل. تمام كده. طيب أنا دلوقتي بشوف أكبر رقم في ال IFs، أكبر رقم هو هنا تكرر مرتين، اللي هو إن أنا I shift activity F 5 أيام أو 6 أيام.
which one am I gonna choose, 5 ايام ولا 6 ايام وليه؟ ايه رايكم؟ مين يقول؟ مين يرفع ايده؟ انا عايزه ناس جديده بقى. السؤال، انا مفروض to move activity F 5 ايام ولا 6 ايام؟ اللي عنده اي اجابه يرفع ايده حتى لو كان جاوب قبل كده. لو لقيت اي اسامي جديده نشوف. اللي عنده اي اجابه يرفع ايده. انا مفروض اموف اكتيفيتي اف 5 ايام ولا 6 ايام وليه؟ طيب واضح ان ايه، احنا في صحراء يا جماعه، صحصحوا معانا. طب هسأل السؤال بطريقة تانية، ويا ريت ايه ارفعوا ايديكم الناس اللي عارفة الحل. طيب basically احنا كنا بنشوف لو انا حركت activity F يوم قد ايه ال MX بتاعي هيتحسن. لقيت ال MX بتاعي تحسن 0، معناها ان MX هيفضل زي ما هو. لو حركتها يومين ال improvement is 0، لو حركتها 3 improvement 4، لو حركت F 4 ايام improvement هيبقى 4، لو حركت F 5 أيام الإمبروفمنت 8، لو حركت F 6 أيام الإمبروفمنت 8. فإذا كل مرة بحرك F 1 increment بشوف الإمبروفمنت قد إيه في المومنت. فأكوردنجلي أختار to move activity F كام يوم. أحمد بدر تفضل. أحمد نزل إيده خلاص. بسنت تفضلي. 6 days يا دكتور. ليه بقى 6 days يا فسنت؟ عشان هدي مساحة للأكتيفيتي اللي وراها إن هي تقدر تتحرك أكتر، في فلوت أكتر يعني. يعني basically اللي فسنت بتحاول تقوله لنا إن أنا أحاول أزود دايماً الـ number of shifts. لو عندي 2 متساويين هاخد الـ number of shifts الأعلى اللي هو في الكيس ديت 6 أيام. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي في الـ path الأولاني إحنا بنحاول نشوف قد إيه I'm gonna shift the activities، عشان يمكن لو عملت shifting للactivities عدد أيام أكبر أزود الفلوت للactivities اللي قبلها، فبالتالي it will get shifted إيه الوقت أكتر، فيمكن يكون ده أحسن. فتاني إحنا دايما في الforward، في الforward path we try to shift the activities على قد ما نقدر. فبالتالي لو في 2 shifts بتدي نفس improvement factor أختار الshifts اللي إيه عددها أكبر. فبالتالي هنختار to move activity F 6 أيام، و accordingly this will be my resource profile. هنشيل هنشيل من اليوم ده اللي كان 9 هنشيل منه 4 فبقى 5، وهنحط ايه resources في اليوم ده اللي كان 3 بقى 7. طيب كويس جدا. الستيب اللي بعديها هنبتدي نشوف التو activities التانيين اللي هما C و D، وأحسب لهم الـ improvement factors. These are the improvement factors the activity C و D. عملناهم إزاي؟ بنفس الطريقة. تعالوا نبص على activity C سريعا. أنا بشوف activity C resources بتاعتها قد إيه وبحطها. بعد ما بحط resources ببتدي أشوف activity ديت موجودة في أنهي أيام، فهي موجودة في اليومين دول. اليومين دول resources اللي فيها قد إيه؟ resources 13 و 10 يبقى 23، يبقى نحط resources اللي موجودة في activity C. بعد كده أشوف if I move activity C يوم هتبقى فين؟ تبقى في 10 مع 3 يبقى أحط 13. if I move it يومين هتبقى في كام؟ 3 مع 3. if I move it 3 أيام يبقى 3 مع 3. 4 أيام 3 مع 3. وإذا حطيت ال number of resources that will be occupied when I shift ال activity بتاعتي. وبعديها ببتدي أشوف ال duration قد إيه؟ duration 2، ف I will increment ال M من 1 لغاية duration اللي هو هنا في الكيس دي 2، وبعد كده هثبتها وأحط الـ resources و accordingly أطلع إيه الـ improvement factors بتاعة activity C، ونفس الكلام لـ activity D sorry، و these are the improvement factors. و accordingly هعمل إيه؟ I'm gonna select now أعلى رقم، وأعلى رقم كان 36، كان موجود لـ activity C for shifts 2 و 3 و 4، أختار أني number of shifts. مين يقول لنا؟ المفروض خلاص الموضوع بقى ايه سيستماتيك وسهل دلوقتي، المفروض الاقيكم كلكم رافعين ايديكم. بحرك سي كام يوم؟ احمد بدر اتفضل.
أربعة أيام يا دكتور. بالضبط، اللي هو الماكسيمم نمبر اوف شيفتس. ليه؟ عشان لو كان في اكتيفيتي قبلها افتح فلوت للاكتيفيتي اللي قبلها. تمام، فا accordingly I'm gonna choose to shift activity C 4 أيام. This is my decision. بعد ما move activity C 4 أيام هبتدي أشوف activity C كانت شغالة فين، كانت شغالة في اليومين دول وكانت الريسورس بتاعتها 4، فبالتالي هتسيب الأربعة resources اللي مستغليهم هنا، فبالتالي هتسيب لنا 9 و 6 وهتتحرك 4 أيام، فهتروح هنا الريسورسز هنا 3 و 3 فبالتالي هيزيدوا هيبقوا إيه 7 و 7. و I will update the resource profile بتاعي زي ما احنا شايفين. خالد عندك سؤال؟ وانا رفع ايدك عشان تجاوب. ما فيش حاجة ده. أسامة أنت عندك سؤال وأرفع إيدك برضو عشان تجاوب. لا يا دكتور عندي سؤال معلش. هو الأولوية في الحركة يعني الأكتيفيتيز حضرتك كنت قلت لنا اللي هو لو تساووا في الـ IF مثلا ببدأ أشوف أحرك اللي ليه عدد شيفتس أكتر، ولو تساووا في الشيفت المفروض أحرك اللي ليه ريسورسز أكتر، صح كده؟ بالظبط. طب ليه؟ يعني ليه بختار اللي ليه ريسورسز أكتر؟ تعالى نشوف سوا. تعالى تعالى نفرض ان احنا عندنا activity دي دي 2 مثلا، ديت كانت 36 مثلا يعني، عشان بس تبقى ايه نفس الرقم اي حاجة. ده معناها ايه؟ معناها ان انا تعالى نبص سوا الـ resource profile بتاعي. انا لو حركت C الأربعة أيام versus أنا لو حركت دي يومين. لو حركت أنت سوري خليها في أربعة عشان تبقى متساوية. لو حركت C أربعة أيام versus لو حركت دي أربعة أيام إيه اللي هيحصل؟ أنا لو حركت C أربعة أيام إيه اللي هيحصل؟ إنها تسيب الأيام دي اللي فيها resources 13 و10 وهي resources بتاعتها أربعات، فإذا هيبقى هنا متبقي لي 9 و6 وهتروح هنا هوت هتبقى هنا 7 و7. ده الكيس بتاعت ان انا حركت C. طب لو كنت فكرت ان انا حرك دي كان ايه اللي هيحصل؟ دي الريسورسز بتاخدها 3، اذا ال 13 دي هتبقى 10 وهتروح للماكسيمم كان هيبقى number of shifts 4 يبقى هنا، وهتبقى هنا 6 زي ما انت شايف هنا 10 و6، فالفلكتويشن اعلى من هنا الماكسيمم 9 وانا متحركه عند 7، فبالتالي فلكتويشن اقل. فإذا بحاول أحرك دايما الحاجة اللي فيها عدد resources أكبر. ليه؟ لأن ده بيقللي بياخد أكتر من البيك وبيدي أكتر للفالي، فبالتالي بيقللي fluctuation أكتر. كده تمام؟ يبقوا دايما جربوا كده إيه، حلوا الحاجة هتقدروا تستوعبوها أكتر أو هتبقوا شايفينها أكتر يعني. أحمد بدر عندك سؤال؟ لو سمحت يا دكتور في الحلقة لو حضرتك كان في يوم تاني غير الأربعة كان ساعتها برضو هختار اللي هو C 4 أيام ولا كانت هتفرق؟ لا كنت هختار الماكسيمم نمبر أوف شيفتس، الأولوية الماكسيمم نمبر أوف شيفتس. ليه؟ يعني ده ممكن يحسن. لو كل دولت كانوا 36 كنت هاخد أكتر نمبر أوف شيفتس اللي هو 5. ليه؟ لأن ده كان ممكن يأثر النمبر أوف شيفتس لما أعملها أزيد ممكن تأثر أكتر على أكتيفيتيز تانية، فبالتالي الأولوية دايماً إن أنا أعمل موفينج أكتر حاجة ممكنة في الفورورد باث. لما نرجع بقى في الباكورد باث نشوف مين فيهم ممكن نرجع، بس وإحنا ماشيين فورورد كده من الآخر للأول أنا دايماً بحاول أشوف الأكتيفيتيز ينفع أرحلها أكتر حاجة إيه. تمام يا وبالتالي حركنا activity C we will check on Z. هنلاقي دي يعني ايه الفاليوز ديت نيجاتيف يا جماعه. اي اف لما تبقى بالنيجاتيف ده معناها ايه؟ مين يقول لنا؟ طيب انا هبتدي اختار اسامي راندوم، واضح ان ايه مفيش غير ثلاثه ولا حاجه اللي بيجاوبوا، فانا هختار اسامي راندوم.
ممكن نختار من النص المرة دي. ندى هاني. ندى هاني انت موجودة؟ واضح ان ندى مش موجودة، فاذا هشيلها من المخاطرة. طيب ناخد راندوم لحد تاني. سيف الدين. سيف سامعني؟ سيف الدين. ايوه يا دكتور، مع حضرتك. معلش انا المحاضرة قطعت عندي، فلسه بدخل تاني، فمعلش السؤال تاني لو سمحتي. انا بقول لك الاي ابس لدي عند شيفتس 4 و5 طلعوا بالنيجاتيف، معناها ايه ان هما بالنيجاتيف؟ معناها ان هما هيضروني، هيزودوا الام اكس لو حركتهم يعني. بالظبط بالظبط يا سيف، ثانك يو. فبالتالي I will not even consider it. وبالتالي أنا عندي دلوقتي IF لـD أعلى IF كان عند shifts 2 و3، وزي ما قلنا بنختار دايما أعلى number of shifts، فبالتالي we're gonna move activity دي 3 أيام، وبالتالي هنعمل update للresource profile بتاعي، وبالتالي this is the resource profile، وaccordingly إحنا خلصنا forward path، وزي ما إحنا شايفين ابتدينا بthis resource profile we ended بthis resource profile. فاحنا في الأول كان عندنا بيكس هنا هو مثلا 10 13 و12، دلوقتي أعلى رقم عندي كام؟ 7. وكان عندي فاليز واحد، دلوقتي أقل رقم عندي كام؟ 2. فبالتالي احنا كده حسينا شكل البروفايل. طيب كومنت أخير، لما تيجوا تحلوا بروبلم أنا حليتها لكم بطريقة بس إيه أقدر أشرحها، بس أسهل لكم تعملوا إيه بقى؟ هتعملوا تيبل زي إيه التيبل اللي أنتوا شايفينه ده، أو خليني أرسم كده على جنب. أنا بعمل إيه؟ ببتدي cycle zero، ببتدي أحط resource profile بتاعي، ببتدي أشوف which activities I'm gonna select. I selected to move activity H، فبالتالي هحط H 3 وI'm gonna move it، وأطلع البروفايل هنا تحتيها. وبعد كده هبتدي أقرر I'm gonna move whatever activity، وأروح أعمل البروفايل تحتها. فتقعدوا تحطوا profiles كلها تحت بعض تحت بعض في صفحة واحدة، ده أسهل لكم كتير، عشان إيه؟ من الآخر هتشوفوا أني أيام هتقللوها وتروحوا مقللينها، وأني أيام هتزودوها وتروحوا مزودتها هنا وخلاص. فبالتالي بيبقى أسهل لكم قوي وأنتوا بتعملوا update للresource profile بتاعكم. تعالوا نعمل بقى الforward path. بعد الفورورد باث ده الفاينل ريسورس بروفايل بتاعنا، وبعد كده تعالوا بقى نعمل باكورد باث. في الباكورد باث هنبتدي من اول المشروع بقى لاخره، هبتدي اشوف if I'm gonna shift activities back، فبالتالي هبتدي باكتيفيتي سي ودي، هشوف لو رجعتهم هل ده احسن ولا لا. هل انا دلوقتي وانا برجع الاكتيفيتي دايما ما بحسنش الام اكس؟ اللي بيحصل ان انا بشوف هل ممكن احسن الام واي ولا لا. فبالتالي دايما هتلاقوا الـ IFs في الـ backward path يا بزيرو يا بنيجاتيف. ليه؟ لأن أنا already واخدة كنت أحسن MX already وصلت له، فبالتالي أي تغيير في الـ backward path هيبقى ما بيعملش حاجة في الـ MX على أحسن تقدير، وبيحسن الـ MY. فبالتالي هنحسب الـ IFs لـ C و D بنفس الطريقة، هنلاقي كلهم نيجاتيف لو لقينا أي حاجة زيرو، أكبر زيرو بأكبر number of shifts we're gonna choose، ففي الكيس دي we're gonna shift activity دي one day back، وبالتالي هرحل دي بدل ما هي كانت هنا هحطها هنا، فبالتالي I'll update the resources. ونفس الكلام I'm gonna check on C وديت ال IFs كده I can shift C one day back، وبالتالي I'm gonna shift C one day back، يبقى بدل ما C مستغلية هنا هو كان فيه 7 و7، خلينا هنا هو بقى 7 و3، والسبعة والسبعة بقت إيه قبلها، فبالتالي C ابتدت أفضل. وبعد كده هنشوف H و F ونشوف ال IFs، وعلى IF هو 0 أكيد هيبقى، وطلع ل F at 1 إن أنا أعمل shifting ل F back 1 day، يبقى I'm gonna shift F back 1 day. بس أنت عندك سؤال دكتور معلش، هو إحنا لما بنعمل forward pass
بنرجع الاكتيفيتي تاني لورا، يعني انا مش فاهمه الحته دي. اوكي، في الفورورد باست كنا بنحاول نزق الاكتيفيتيز اكتر حاجه ممكنه، تمام كده لقدام، تمام. لقدام. اوريدي عملنا شيفتنج، بعد ما عملت الشيفتنج حسنت شكل البروفايل بتاعي جدا، فبالتالي خلاص وصلت لاحسن بروفايل. دلوقتي تعالي نبتدي من اولها خالص. اوكي، دلوقتي اللي حصل ايه؟ ان انا عايزه اشوف الاكتيفيتيز انا زقتها تو ذا ماكسيمم. كنت دايما بدور على لو في اي اف تساوي بياخد اعلى اي اف. دلوقتي انا عايزه اشوف انا وصلت الاحسن خلاص ام اكس، عايزه اشوف لو رجعت سم اوف ذا اكتيفيتيز لورا هل ده هيسيب لي الام اكس زي ما هي ويحسن لي الام واي ولا لا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الكيس دي مثلا طلع ان انا دي كانت احسن حاجه ان انا اشفت دي باك وان داي. تعالي نشوف دي كانت فين. دي كانت شغاله هنا، كانت شغاله في اليوم اللي فيه 6، اليوم اللي قبله كان فيه قد ايه ريسورسز؟ 3. انا لو اي شفتد اكتيفيتي دي وان داي لورا هخلي هنا 6 وهنا 3، فانا جاست بدلت اماكنهم، فبالتالي فضلت فيه 6 وفضلت فيه 3 بس خليت ال 6 في الاول. فبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه ان دي خلتها تبتدي اسرع شويه، اسرع يوم، لكن الام اكس بتاعي زي ما هو. الكلام ده مابت في ايه؟ ام اكس زي ما هو عشان الاي اف بزيرو، والام ولما انا اي شيفتد دي يوم لورا عملت لي ايه؟ ما فرقتش في الام اكس بس حسنت الام واي بتاعي. فانا بيزيكلي اللي بعمله ان انا بشوف if I can شفت اي اكتيفيتي باك، فبالتالي احسس ان الام واي بتاعها بتاع البروجكت بتاعي يبقى ام جونا ايه شفت باك. يبقى انا برجع عدد الايام اللي عملت لها شيفتنج لو possible. ولو بصيتي كده اهوت يا ناديه هتلاقي واحنا بنشفت دي كان ممكن نشفت دي يومين او 3، احنا اخترنا تو شفت الثلاثه، فبالتالي ممكن يكون احسن ان انا ارجعها بواحد الزياده اللي انا عملت لها شيفتنج زياده. يعني انا كان واضح ان احسن كنت تو موف ات 2، بس انا دايما بموف للماكسيمم في الاول عشان ايه؟ عشان اكبر الفري فلوت بتاع اي اكتيفيتيز جايه بعدها اف ايه افيلبل. يعني تاني انا هنا ام جونا موف اكتيفيتي دي 1 داي باك، فبالتالي اكتيفيتي دي بدل ما هي شغاله في اليوم الخامس هتبقى شغاله في اليوم الرابع. هل عندك مشكله كده يا ناديه؟ لا تمام يا دكتور، شكرا جدا. في اي حد عنده اي سؤال؟ اي سؤال so far؟ تعالوا نكمل. احمد بدر انت رفعت ايدك، اتفضل. ايوه دكتور، هي ايه فايدتها ان انا اقلل ام واي او ان انا اخلي الاكتيفيتي الريسورس بتاعه يبدا الاول؟ يعني ما هي نفس الايام وهي هي نفس الام اكس، انا كده بستفيد ايه؟ طيب تعالى نشوف تو بروفايل. انا عندي بروفايل شكله كده، او بروفايل شكله كده، اني مشروع فيهم احسن لو الاثنين نفس الارقام، ده 3 وده 5 وده 3 وده 5. الاثنين ليهم نفس الام اكس. يعني ايه ليهم نفس الام اكس؟ يعني نفس الارتفاعات بتاعت البورز، لكن واحد انا بخلص البروجكت في يومين، واحد انا بخلص البروجكت في 4 ايام. مين فيهم احسن؟ اليومين بالظبط، فاكيد كده. طيب طب هو هل يعني انا لما اعدل الام واي ممكن الاقي عدد الايام قلت معايا؟ انا مش شايف ده هنا. ده في الكيس البسيطه قوي دي. تعالى نشوف لو كان التو اكتيفيتيز اللي بشتغلهم مش معتمدين على بعض، بس انا ما بعرفش اشتغل غير وان اكتيفيتي ات ا تايم، مين في دولت احسن؟ ان انا كنت ابتدي بالاكتيفيتي اللي كان ليها 3 ريسورسز بعد كده اخد اكتيفيتي اللي ليها 5، ولا ابتدي بالاكتيفيتي اللي ليها 5 ريسورسز بعد كده اخد اكتيفيتي اللي ليها 3 ريسورسز؟ مين احسن؟ انا حاسس ان هي يعني كده كده ده هيتعمل وده هيتعمل بالظبط في الكيس ديت. هي لو في اكتيفيتيز بقى تانية معتمدة على تو اكتيفيتيز دولت، فبالتالي الاكتيفيتي اللي بعدها هتبقى لو في اكتيفيتيز بعديها whatever بقى، يعني whatever شكل البار تشارت is، بس في اكتيفيتي بعديها بتعتمد على اكتيفيتيز A and B، هل احسن لي ان انا اكتيفيتي A اللي بتحتاج ريسورسز 5
اسيب لها فلوت اكتر ولا اسيب لاكتيفيتي بي فلوت اكتر. يعني من الاخر من الاخر انا كل ما بخلي الاكتيفيتيز ابتديها اقرب وقت ممكن، ده معناه ان انا سايبه كونتينجنسي لنفسي، لو احتجت الفلوت ده اقدر ان انا استخدم الفلوت ده ديورينج الكونستراكشن. ليه؟ لان الفلوت ده معناه ان في سماحيه للحركه، فبالتالي لو لاي سبب اكتيفيتي اتاخرت عن بدايتها لو عندها فلوت مش هتاثر على المشروع، لكن لو اكتيفيتي بقت كريتيكال هتاثر على المشروع. فبالتالي انا دايما دايما I want to keep الfree float بتاع الاكتيفيتي عن قد ما اقدر. ليه؟ عشان ده سماحيه ليا في الموقع في الحقيقه، ان انا يبقى عندي وقت اكتر float اكتر، عندي some sort of space اكتر لو حصل اي مشاكل في البروجرس اون سايت ان ريل لايف. يعني فبيزيكلي انا دايما بحاول على قد ما اقدر لو ينفع ابتدي الاكتيفيتيز از ايرلي اس بوسيبل. يعني احنا لما بنعمل سي بي ام بنعرف منها ايه الايرلي ديتس الاكتيفيتيز، ايه الايرلي تايم ينفع تبتدي فيه، والليت ديتس ايه اكتر وقت متاخر ينفع ابتدي فيه الاكتيفيتيز ديت. وتيبيكلي انا دايما بحاول امشي على الايرلي عشان لو اتاخرت اوصل عند الليت باي ماكسيمم. لكن لو ابتديت ان انا احاول امشي على المشروع على الليت ديتس، ده معناه ايه؟ اي تاخير هياخر لي المشروع كله. فدايما دايما انا عايزه ابتدي الاكتيفيتيز as soon as possible. تمام كده يا احمد؟ تمام يا دكتور. طيب لو مفيش اسئله تانية تعالوا نكمل. احنا هنا took the decision to move activity D back one day، بعد كده we checked on C، لقينا C I'll move it back one day برضو، بعد كده هشوف activities H و F وهلاقي ان decision to move F one day back، بعد كده we'll check on H ولقينا H I'm gonna move it one day ولا لا. ايه رأيكم؟ I will not move it خالص، لأن لو رجعتها كل الـ IFs هتبقى بالnegative. فبالتالي these are the resource profiles، وبالتالي احنا ابتدينا بـ this resource profile وانتهينا بنفس resource profile ده، وزي ما احنا شايفين الـ maximums هتفضل maximums بس يمكن اترحلت قدام سنة، لكن في الآخر نفس الـ maximums اللي موجود. وبالتالي لو جينا نشوف بقى الـ M-axis والـ M-y's لكل الـ cycles، هنلاقي إن إحنا في الـ forward path لما كنا بنعمل أول واحدة ديت الـ main أو الـ actual أو cycle 0، وبعد كده في الـ forward path قعدنا نحسن الـ M-x بتاعنا فعمل الـ M-xCL، وبعد كده في الـ backward path قاعدين بنحسن الـ M-y لكن الـ M-x ثابت، عشان كده هتلاقي الـ M-y بيقل. وaccordingly وصلنا لأحسن resource profile بأقل MX وأقل MY. حد عنده أي مشكلة؟ طيب لو ما عندكوش أي سؤال ممكن أسأل أنا. أي سؤال عندكم؟ أوكي طيب حلو جدا. يبقى لو أنا بحاول أقلل الـ MX بس، أنا كان ممكن أوصل إن أنا أعمل بس الـ forward path. لو أنا عايزة كمان أحسن الـ MY يبقى أنا بعمل الـ backward path. يعني to conclude في resource smoothing أو resource fluctuation، إيه الـ objective بتاعي؟ الـ objective بتاعي to minimize the MX، and بعد ما أعمله minimization الـ MX أحاول أقلل الـ MY if possible. يبقى ده الـ إيه الـ objective بتاعنا في الـ resource smoothing and level. This is a challenge. هديه لكم دلوقتي عشان تجربوا تحلوا. دي عندي list of activities والdurations بتاعتها والpredecessors. الactivity naming بأرقام هيها إن هو يبقى بحروف نفس الحاجة. كل activity represented by a number أو الكود بتاع الactivity number أو letter مش هتفرق. بس anyway أنا عايزاكم أو أنا هحط لكم دلوقتي screen shot من الchallenge ده. وهو هياخد وقت عشان تحلوه، فانا هسيبه لكم النهارده ان انتوا تحلوا. Let me take a screenshot دلوقتي. هحطه لكم حالا على Teams عشان تجربوا تحلوه. اسامه عندك سؤال؟ اتفضل.
يا دكتور بعد اذن حضرتك، هو لو عندي كذا ريسورسز مثلا وعايز اعمل ليفلنج لاكتيفيتيز لريسورسز معين، بس مش كل الاكتيفيتيز بتستخدمه زي اللي كان موجود في الاساينمنت كده، هل في الحاله دي بقى ابدا اعمل برضو البار شارت لكل لا، احنا لما بنعمل ليفلنج بنعمل لوان ريسورس، صعب قوي بالنسبه لكم ان انتوا تعملوا كذا ريسورس. ده تمام يا دكتور؟ في الحالة دي بحط الاكتيفيتيز اللي هي بتستخدم الريسورسز ده بس. لا، احنا بنحط المشروع كله والاكتيفيتيز اللي الريسورس بتاعها زيرو بسيبها زيرو، بس بحط المشروع كامل. اكيد تمام، وهحرك يعني اما اجي اطلع الاي اف بطلعه للفاكت للاكتيفيتيز اللي هي بتستخدم الريسورسز ده بس، مش هقعد بقى ادور على كل الاكتيفيتيز في الحركة بتاعتها، لان اكيد مش هتفرق الحركة بتاعتها. تاني، يعني ايه مش هتفرق الحركة بتاعتها؟ يعني لما اجي اشوف الـ IF او الامبروفمنت فاكتور للاكتيفيتيز اللي هبدا اللي انا عايز احركها ضمن الفري فلوت بتاعها، هختار الاكتيفيتيز اللي هي بتستخدم الريسورسز ده بس، يعني ما فيش داعي ان انا اختار الاكتيفيتيز الثانيه اللي هي اصلا الريسورس النمبر اوف ريسورسز بتاعها بزيرو، ليه؟ لان هي مش بتستخدم الريسورسز ده اصلا. بالظبط كده، بالظبط كده، great. كده انا اطمنت انك فيه. بالظبط كده. طيب شكرا يا دكتور. انا دلوقتي حالا بحط لكم اهو الكويز، الكويز ده تيك هوم كويز عشان تحلوه براحتكم، واتس ديو النهارده ميد نايت، هيتقفل النهارده بالليل عشان محدش تاني يبعت اي وقت متاخر. اوكي، انا هسيب لكم اهو النهارده لغايه الساعه ايه 11:59 بالليل. دكتور معلش سؤال أخير بس، هو اتفضل. في جميع الأسئلة هضطر إن أنا أعمل الفورورد باس والباكورد باس، ولا ممكن يكون في سؤال مثلا يبقى عايز الفورورد باس بس؟ لو انا قلت لك انك قلل الام اكس بس ما تقللش الام واي هتعمل الفورورد باس، بس هو تيبيكلي في سموثنج لازم بنعمل التو باث. تمام، في يعني لو طلب الام اكس بس يبقى انا هشتغل فورورد باس بس. بس هو يعني السموثنج معناها ان احنا بنعمل الاثنين، تمام، ان احنا بنمينوايز الام اكس واكوردنجلي بعد ما وصلنا مينيمم ام اكس نحاول نحسن الام واي اف بوسبل. تمام، وطول ما انا شغال في الفورورد باس كده كده الام واي بيزيد اصلا، مش مهم اللي بيحصل في الام واي، بس هو بيزيكلي بيزيد، لان انا ايه اللي بيحصل، انا بقرر ان انا ااخر الاكتيفيتيز فبالتالي انا بزود الام واي. تمام دلوقتي